طيار عراقي معروف دخل بغيبوبة تشبه الموت والتقى بأشخاص بلغوه بأحداث راح تصير وشوفوه أشياء ما تخطر على بال أحد. برنامج قصتنا وياي أنا عمر الساهي، خليكم وياي. العميد فهد السعدون طيار عراقي كان يخدم مع القوات العسكرية العراقية طيار حربي. بيوم من الأيام وهو محلق فوق أحد المدن شمال العراق وصل نداء يبلغه بموقع الأعداء وأمره بقصفهم. اقترب العميد فهد من الهدف لكن ما قدر يقصفه، لأن باقترابه شاهد بأن موقع العدو صاير بين العوائل والمدنيين، ومن اقترب فهد السعدون شاف الأطفال مرعوبين. بلغ العميد فهد بجهاز المنادات باللي شافه لكن رجع للأمر اقصفهم وين ما كانوا. العميد فهد السعدون ما استطاع يشوف العوائل البريئة والأطفال ورعبهم ويقصفهم، قلبه ما طاوعه، رفض الأوامر وانسحب ورجع للوحدة، وعلى أثرها تمت معاقبته وتمت محاكمته. انحكم العميد فهد السعدون بالإعدام. بدأ العميد فهد ينتظر تخفيف الحكم بعد ما حطوه بالسجن الانفرادي ببغداد. هنا تبدأ الأحداث المهمة وهي معاناته داخل السجن الانفرادي. فهد السعدون بقى سنة كاملة محبوس انفرادي بين أربع جدران، ما يشوف أحد ولا يلتقي بأحد، فقط يسمع صوت العصافير من شباك السجن. يعني الله يعينه، أي واحد غيره كان من الممكن أنه ينجن. بعد ما عدت عليه سنة تقريبا فقد الأمل أنه يطلع نهائيا. ظلت الأيام تمر ونفسيته تسوء كل يوم، إلى أن قرر قال خل أنتحر وأخلص من هذا الوضع. وفعلا ظل يجمع من كل شريط علاج حباية إلى أن صارت عنده مجموعة حبوب تساعده على الانتحار. وبنهار أحد الأيام قرر القرار النهائي وأخذ ما يقارب 400 حباية، وبعد دقائق من ابتلاع هاي الحبوب وقع العميد فهد بالقاع. وهنا بدأ يحس جسمه يرتفع عن الأرض واستغرب وحس كأنه عنده جسمين، واحد يرتفع وواحد يشاهده على الأرض باقي. وظل جسمه يرتفع إلى أن اخترق السقف وبعده يشوف جسمه على الأرض، وبدأ يرتفع ويشاهد بغداد تحته تصغر وهو يرتفع بسهولة وطاير مثل أي شيء خفيف، لحد ما وصل للغيم واخترق وصعد فوقه. وذاك اليوم كان مشمس لكن العميد فهد ما كان يحس بأي حرارة ويحس الجو لطيف ويحس براحة نفسية. وبقى يرتفع إلى أن شاهد شخصين، واحد من عندهم أشر بيده وتوقف فهد السعدون عن الارتفاع، وواحد من هذول الأشخاص أشر له بإيده وبدأ فهد السعدون يحس روحه يتقرب على هذا الشخص. أشكالهم كانت مو واضحة بالنسبة لفهد السعدون، يقول فقط شخصين متوشحين بالبياض من فوق لتحت، لكن ميزهم على أنهم رجال لما حكوية واحد من عندهم وسأله ليش سويت هيك وانتحرت؟ ما تعرف هذا الموضوع حرام؟ بقى العميد فهد ساكت وما حكى أي شيء، لكن هو يقول بداخلي كنت أحس بيهم إن هم مو زعلانين مني. عاد علي السؤال مرة ثانية وجاوبه فهد السعدون، قال لي إيه أدري حرام لكن أنا فقدت الأمل بهاي الحياة لأن صار سنة محبوس وحدي وما أعرف مصيري. وإجار رد من الشخص اللي متوشح بالأبيض وقال له إحنا راح نعفي عنك ونرجعك للعالم الماضي، لكن قبل ما نرجعك راح نشوفك ليش عفينا عنك. وطلب من فهد السعدون ينظر تحته حتى يعرف، ولما نظر شاف مشهد عجيب وما يخطر على باله نهائيا. شاف مشهد الطائرة 17 اللي كان يقودها لما كان محلق فوق العوائل ورفض يقصفهم. قال لأجل هذا الفعل اللي سويته راح نعفي عنك وترجع للأرض، وقال لو ما هذا اللي صار كان هسه أنت صرت ضمن الـ 12 واحد. العميد فهد سأله منو ذول الـ 12 واحد اللي كنت راح أكون من ضمنهم؟ الشخص اللي متوشح بالأبيض أشر بيده وظهره وقدام العميد فهد 11 شخص، لكن ملامحهم ما كانت واضحة والعميد فهد ما قدر يتعرف عليهم. قال له ذول الـ 11 اللي تشوفهم بعد كم يوم راح يجون. السعدون قال له منو ذول الأشخاص ما عرفتهم؟ أشر هذا الشخص بإيده واندارو عليه 3 أشخاص. ضمن هاي الوجوه كان الرئيس السابق عبد السلام عارف ووزير الداخلية السابق عبد اللطيف الدراجي. بعدها الشخص اللي متوشح بالأبيض طلب من فهد السعدون إذا عنده سؤال قبل ما يرجع للأرض. العميد فهد خطر بباله سؤال وقال له هل أنتوا وقتكم مثل وقتنا؟ وعامل الزمن مؤثر عندكم مثل ما مؤثر عندنا؟ جاوبه قال له لا، يختلف وقتنا وعامل الزمن عندنا لا شيء بالنسبة لكم، وإذا تريد دليل
انظر تحتك وشوف. نظر العميد فهد وإذا بي يشاهد يوم ولادته، ويشاهد أمه وهي تولده، ويشوف شكله لما إجل الدنيا. بعدها خلاه يشاهد شريط حياته بالكامل وبالتفصيل من يوم ولادته إلى أن حاول ينتحر، وخلاه يشوف حتى الأشياء اللي كان فهد السعدون ناسيها وما حاكيها لأحد. سأل فهد السعدون، قال له هذا الشريط اللي مر هسه بوقتكم إيش قد؟ وهنا جاوبه وصدمه وقال له هذا اللي عشته واللي انت تشوفه 30 سنة بتوقيتنا أقل من ثانية. فهد السعدون خطر بباله سؤال ثاني وسأله، قال له هل راح تصير حرب بيننا وبين اليهود؟ جاوبه نعم راح تصير، وراح تخسرون بسبب تفرقكم واتحادهم. وبلغ فهد السعدون وحذره وقال له انت شفت شي راح يصير بالمستقبل، لا تحكي لأحد وانت حر، لأن حتى إذا حكيت ما راح يصدقوك لأن هم يعيشون بالعالم الماضي وأنت اطلعت على أشياء بالمستقبل. بعد ما انتهى السعدون من الأسئلة أشر هذا الشخص بإيده، وبدأ السعدون ينزل بنفس الخط اللي صعد بيه إلى أن وصل لجسمه والتسق بيه. بعدها صار يسمع صوت ناس حوله يحاولون ينقذوه ويأخذوه للمستشفى، لكن ما يقدر يفتح عينه ولا يشوف ولا يقدر يحكي، فقط يقدر يسمع، وقدر يسمعهم ان هم دي يحاولون ينقلوه الى مستشفى الرشيد. وبعد ما نقلوه وصل الدكتور، وفهد السعدون كان يسمع الدكتور يقول هذا الشخص راح يبقى هيجي، اما يصحى او يموت بسبب الحبوب اللي اخذها. ثاني يوم صحى فهد السعدون وحاولوا يحكون وياه ويستفسرون وياه، لكن ما قبل يحكي اي شيء. بعدها بيوم زار صديقه المقرب اللي هو آمر الطباب العسكري للقوة الجوية الدكتور نزار محمود النائب. هنا بدأ فهد السعدون يحكي له وقال له على 11 شخص اللي راح يموتون. الدكتور نزار قال له انت عقلك تأثر بسبب الحبوب اللي اخذتها واللي حكيته ممنوع تحكي قدام احد، وتعصب على العميد فهد وطلع. بعد يومين فهد السعدون سمع صوت هوسة بالمستشفى كلش عالية، فسأل الحارس اللي واقف عليه قال له شنو صاير؟ قال الحارس الطيارة اللي راح بيها الرئيس عبد السلام عارف للجنوب وقعت ومات هو ويا 10 أشخاص. وهنا فهد السعدون تأكد من كلام الشخص اللي شافه لما كان بالغيبوبة. وبعد ساعات صديق السعدون الدكتور نزار النائب رجع عليه وهو مذهول، وطلب منه يقول له شلون عرف بأنهم راح يموتون، لكن السعدون امتنع وقسم ما يحكي له عن هذا الموضوع، وتذكر كلام صاحب الرداء الأبيض لما قال له الأفضل ما تحكي شي بالمستقبل لأن ما راح يصدقوه. وبقى الدكتور نزار النائب شاهد على اللي صار ويا العميد فهد السعدون. هاي القصة صارت سنة 1966، وبعد 30 سنة ظهر العميد فهد السعدون للإعلام وحكى هذه القصة مثل ما سمعتوها بالتفصيل قبل وفاته. العميد فهد السعدون رفض يكون ظالم ورفض يقتل الأبرياء، والله جازاه نجاه من موت محقق وخلاه يكون رمز عراقي. وهذا يولد لنا أعظم عبرة، لا تستصغر أي فعل مؤذي للناس ولا تستكثر أي فعل تشوف به خير. عمل الخير مو فقط يدخلك لقلوب الناس، ممكن يدخلك التاريخ من أوسع أبوابه. المطلوب فقط منك تكون شجاع، لا تظلم ولا ترضى بالظلم. تقدرون تشاهدون البرنامج على قناة سامراء الفضائية، وتقدرون تشاهدوه أيضا على الفيسبوك واليوتيوب، وأكيد أنتظر إعجاباتكم وتعليقاتكم على موضوع الحلقة، وتقدرون تتواصلون وياي على حساباتي الظاهرة أمامكم على الشاشة. لهنا قصتنا انتهت، لكن باقي القصص بعدكم ما سمعتوها. حين ما نلتقي بقصة جديدة أشوفكم بخير، مع السلامة.